صباح الخير محمد، الحمد لله على السلامة. مك حبيبي، رح تعملوا هلأ فحوصات طبية ما هيك؟ تشيك أب لازم، خلينا نشوف شو بده يصير جوا. بدي منك تطمن الرأي العام اللبناني وتطمن كل زملائنا المراسلين اللي عم يسألوا عنكم، أنت والزميل اللي أبو عسلي. نحن مناح بدنا نعمل تشيك أب روتيني. إلي كمان منيح. خلينا بعتقد لازم فينا ننزل. يلا فينا نمشي. بدي روح مباشرة عند الزميل إلي أبو عسلي كمان لحتى يطمن زملائه المصورين وكل اللبنانيين اللي عم بيسألوا عنك. أول شيء عم نشوف الجروح براسك، من بمنخارك وبراسك وتحت عينيك. نحن كنا نايمين وشو صار ما بعرف، ما عرفنا إلا شيء يعني هزت فينا الدنيا، الإزاز نزل علي والسقف نزل، يعني نزل علينا والسقف والإزاز، يعني اللي بيشوف محل ما كنا بيقول الحمد لله إنه زمطنا يعني. الحمد لله على السلامة. محمد هلأ كنت ببيتك قبل شوي وشفنا المشهد ببيتك، هلأ في تعمل فحوصات البيت اللي نسحين عليه؟ نعم، خلينا نوضح، هيدا البيت اللي أهلي نسحوا عليه من بعد ما صار في ضرب على الضاحية، وموجودين هلأ فيه. أكيد الواجب الأول كان أنه نطمن العائلة. بدنا نعمل هلأ تشيك أب صح، لأنه في شوية أوجاع، بس انه احنا منيح. كمان هون بدي اعتذر من كل العالم اللي عم بتدق، بس انه مش قادرين كتير عم نفتح التليفونات، يعني قد ما فينا عم ناخذ اتصالات، بس انه بعتذر سلف من اي شخص ما ردت عليه خلال الفتره الماضيه. يعطيك الف عافيه، ان شاء الله الحمد لله على السلامه. نحن رح نضل مواكبينك لحتى تطلع من هون. اوكي، نعم. اذا الزميل محمد فرحات والزميل إلي ابو عسلي يدخلان الان الى مستشفى الجامعه الامريكيه لاجراء فحوصات طبيه سريعه نتيجه الغاره العدوانيه العنيفه التي استهدفت المجمع السكني الذي كانوا يقطنون فيه طيله الايام الماضيه في حصبية. هذا الاستهداف العدواني الذي كانت حصيلته استشهاد ثلاثة من الزملاء المصورين في قناة الميادين وفي قناة المنار. سنبقى هنا في متابعة لهذا، يعني متابعة لهذه الغارة العدوانية الإسرائيلية التي تعتبر بمثابة جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى. هذه جريمة الحرب التي يكررها جيش العدو الإسرائيلي، وهذه المرة بحق الإعلاميين والصحفيين، وهم يعني رسل الكلمة الحرة والحقيقة في كل ميدان يتواجدون فيه. ومنذ 7 أكتوبر يجب أن نقول هنا إلى أن المراسلين والإعلاميين والمصورين في كافة أنحاء لبنان وفي كافة الوسائل الإعلامية يلعبون دورا في نقل الحقيقة والواقع كما هو، خصوصا على مستوى الاعتداءات العدوانية الإسرائيلية. وهذه المرة يصوب العدو الإسرائيلي سهامه باتجاه أصحاب الحقيقة وأصحاب الكلمة الحرة وأصحاب ناقلي الواقع. هذه المرة وقع 3 شهداء نتيجة هذه الغارة العدوانية العنيفة على المقر السكني الذي كان الزملاء يتواجدون فيه في حصبية. دخل قبل قليل الزميلان محمد فرحات وإلي أبو عسلي، المصور إلي أبو عسلي، ورأينا وجه المصور إلي أبو عسلي مدرجا بالدماء، وهذا ما يعني يعتبر ويمثل صرخة إلى العالم وإلى المجتمع الدولي للحد ووضع حد نهائي لجميع الجرائم العدوانية الإسرائيلية، وخصوصا الجرائم الإنسانية، ومنها اليوم على الجسم الصحفي والجسم الإعلامي اللبناني. هذا الجسم الذي يتكفل اليوم بنقل الحقيقة والواقع، والذي لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن يقبل، لا على المستوى الإنساني، لا على المستوى المهني، ولا على المستوى الإعلامي. الزميل محمد فرحات والزميل إلي أبو عسلي دخل قبل قليل إلى هنا إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية، وسنكون في مواكبة لهذا، يعني لتداعيات هذا الاستهداف العدواني الذي استهدف المقر السكني للإعلاميين والمراسلين والمصورين في حصبية. وسنعود إليكم من هنا من المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت.